يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم عندنا طبخة اسمها زربيان. زربيان من حضرموت إلى جيزان إلى الطايف إلى شمال السعودية بشكل عام تحصلون موجودة هناك. وراح نتعرف هنا عندنا في هاي المطبخ في برنامجنا على مقادير الطبخة. عندنا استخدمت حوالي 3 كيلو لحم، كيلو من الآلو، فلفل وثوم نظفته، وعندي بصل حوالي كيلو ونص سلايس، وبهارات صحيحة ماي ورد وزعفران، ليمون عصارة ليمون، وعندي العيش استخدمت حوالي كيلوين، وعندي الروب. راح نبتدي الطبخة من البداية، خلكم معنا. في البداية راح أقلي البصل ووصله إلى لون القوامج كلش محتاجه، يحتاج زيت وايد حق القلي. وطبعا بتخلص من الزيت في النهاية، راح أتخلص من الزيت وأخليه في الطبخة كلها. طبعا قلت في البداية راح أقلي البصل وأخليه يوصل إلى لون القوامج قوامج قوامج كلش. طبعا انا بستخدم اللي هي طنجره الضغط، واغلب الناس تستخدم طنجره الضغط حق اللحمه القاسيه شوي. طبعا انا لحمتي مو قاسيه، بس راح يعني يلعب في الوقت بشكل عام، دي بنستخدمها حق الوقت. طبعا اللي يطلعون رحلات بريه يعرفون قيمه هذه طنجره الضغط. استخدم البصل كثير كله، وابتدي اقلب في البصل لين يتغير لونه، ياخذ له وقت. راح نسكر البصل ونخليه لين يتغير لونه. طبعا ارجع اكلمكم عن طنجره الضغط هذه. اي انسان يروح البار او الشي، أهل البار دائما تكون هاي القطعة مناسبة وايد وايد لهم، يطبخون فيها حق اللحم، حق الحاشي بشكل عام، حق الحاشي وايد 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 ممتازة، لأن تعطيك الوقت أكثر من أنك تطبخها في جدر عادي. إذا طبخنا في جدر عادي الحاشي راح ياخذ لي حوالي 4 ساعات 5 ساعات، وقت طويل. لكن في هاي القطعة راح يكون بعد الصفارة 25 دقيقة. تصور 25 دقيقة تفرق بين ل4 ساعات و5 ساعات. طبعا كلكم تشتروا اليوم. حتى في البيت عندنا لحم وبغينا نسوي غداننا سريع سريع نستخدمها. اكثرنا يخاف منها وحريمنا وايد يخافون منها. هي الاستخدام مالها جدا سهل، تخلونها على النار، تفتحونها وتحطون اللحم ويا الماي، ما تسكرونها الا بعد ما يفور اللحم بهاي الشكل. نسكرها ونتيت عليها بقوه، ونحط الصفاره مالتها اللي هي ذي مفتاح، ونفرها عشان ما تعلق ويا التركيبه. فتنفرها كذي على طول، من تشتغل الصفاره طبعا يطلع صوت، على طول نحسب الوقت. اللحم العادي ياخذ له بين 20 دقيقه ل 25، الحاشي نفس الشيء بعد الصفاره ياخذ له حوالي 25 دقيقه الى 30 دقيقه. بعدها ما نبطلها على طول، نشيل الصفاره مالتها ونخليها لين يطلع الهواء كلش نهائيا. بعد ما يطلع الهواء نرد نفتح عليها، انتهت السالفه. خلاص نشيل البصل على طول، وننزل اللحم في نفس الجدار.
وابتدي نحرك في اللحم. هاي طريقة. بس انه على اساس ان اللحم ياخذ طعم البصل مع الزيت بس لين يتغير لونه اللحم، وبعد ما يتغير لونه راح على طول اخليه في طنجرة الضغط وندش حق الخطوة اللي عقبها. بدي تغير بصر على النار، وراح اقول لكم الخطوة اللي راح اسويها بعد هذه على طول. طبعا احنا محتاجين في طريقة الطبخ ذي محتاجين حق خلاط. انا عندي خلاط هني، راح استخدم خلاط. وانا استخدمت قلنا حطينا الروب، راح احط روب هني نستخدم الروب كله. بعد الروب راح استخدم البصل بهذه الطريقة. واستخدم فيه بهارات مثل بهارات صحيحة. وراح استخدم فيه عصارة الليمون. واحط عليه يعني ثوم حوالي 5 حبات. لا تنسى احط كركم قفشتين، هيل قفشه واحده، وراح احط فيه جلجلان وسنوت قفشتين، دارسين وبزار مخلوط. عندي هني دقوس بحريني لازم لامسه عليه، وفلفل على حسب ما انتم ترغبون له. راح اخلطه وارجع لكم مره ثانيه. تقريبا اللحم على طول انزل هني عندي. طبعا انا تعلمت هاي الطابخه لما كنا في الطايف رايحين العمره، مرينا على الطايف، واول ما جربته في الاستراحه اللي على الخط صراحه وايد عجبتني وسالت عنها وما قصروا الاخوان، علمونا اياها الطابخه. قلنا ان احنا راح نخليها على الضغط تخلص من الزيت. قلت لكم بدايه انا بتخلص من الزيت وانزل فيها شويه بصل بهذه الطريقه. راح اخلط وارجع لكم مره ثانيه. طبعا بعد ما خلطنا المكونات كلها اللي رويتكم اياها راح انزلها على اللحم بهاي الطريقه. راح نحط فيه ماي شوي. تجي المكونات كلها. راح ننزله بهذه الطريقة. راح نرش رشة ملح.
بعد ما صبينا المكونات ذي كلها مع بعض يبقى عندنا الالو قطعته كبار، لان لو قطعته صغار راح نحطه هنا وراح يصير الضغط ويتفتت، فلازم نقطعه قطع كبار ونازله معه هاي الطريقه ونخلطه. نحاول نحركه بهاي الطريقة وبعدين راح نساكره نفس ما علمناكم اياها بهاي الطريقة، نفرها نشيل على التتييت ماله بهاي الطريقة عشان ما يتحرك، وما نركب الصفارة فوقه الا قبل لا نحس ان في بريشر طالع برا، يحتاج وقت شوي. بدا الهواء يطلع منه، نفرها بهاي الطريقة ونخليها لين نسمع الصوت مالها ونحسب لها الوقت 25 دقيقة. طبعا الحين بجهز العيش، حط بداية ملح، رشة ملح خفيفة لان نسينا ان احنا حطينا الملح، فنقلل الملح من الصوب الثاني. حط بهارات هيل، دارسين، مسمار، فلفل اسود وشوية زيت. وننتظر بس لين يفوح ونحط العيش. خلكم معانا، راح نطلع فاصل ونرجع لكم بعد شوي. بنحط بعد ما فاح الماء راح نحط العيش، راح نفوحه تقريبا 75% من فوحته، ونخلي ال 25% على الجدر الثاني. طبعا بدهني على الوقت مالنا، باقي له شيء بسيط ونفتح عليه ان شاء الله. راح نفتح عليه الحين على طول، نركب الليمونه وليها ما شاء الله عليهم لما يجون يشوفون الحركه ذي يستانسون منها، واتمنى انهم ما يسوون بروحهم لهال مثل المطبخ. طبعا كل ما خفت بينت ان الضغط بدا يخف من على طنجره الضغط. راح يخف بامكانكم ان لو طولت تجيبون ماي بارد وتخلون عليها الماي البارد من فوق راح تخف على طول. راح تخف خلاص، من بدي يلقفها ما حد يلقفها. اخلصها، ما زال البخار يطلع. قلنا ان البخار لازم يوقف نهائيا او يكون خفيف الناس ما موصل. راح نشحن العيش، خلص من الماي من البداية.
خل. هاي الوقت نقدر نفتح عليها ما في اي مشكله، بعد حتى وقت الفتح خطوه خطوه ما نفتحها مره واحده على طول. بسم الله ما شاء الله. نتاكد من الحمى روك مياه. لحمتها زينه، لو كانت اللحمه قاسيه رجعها مره ثانيه ونحط لها ماي زياده وننزلها. شكل اللحم راح نطلعها من هاي الجدر ونحطها في جدر ثاني. نطلع فاصل ونرجع لكم على الجدر الثاني ان شاء الله. رجعنا لكم مره ثانيه، مثل ما قلنا لكم راح نغير الجدر، واحنا غيرنا الجدر الحين صفينا البدايه اللحم وحطينا العيش وردينا مره ثانيه حطينا طبقه ثانيه، معناته طبقتين سويناه، وراح نحط بقايا العيش بعد فوق. اوه طبعا نسينا نحط شويه بصل وننزل العيش كله. بعد ما ننزل العيش راح نغطي جوانب كامله. وراح نحط الماي الورد والزعفران فوق بهاي الطريقه. رشة بصل خفيفة. وراح نسكر عليه ونرجع لكم إن شاء الله مع التقديم. رجعنا لكم مرة ثانية على طبختنا زربيان. راح نكشف على الطبخة ونبتدي ننشب لكم. ريحتها ما شاء الله عليها تبط الراس. هذه طبختنا. طبعا نشيل اللي فوق على اساس التزيين او نحط عيش طريقة الالوان. طبعا حطينا اخر شيء زعفران وماي الورد. وحين راح نقلب الجدر شوي، نقلب فيه ونبتدي ننشف. حركه من الجوانب. نحاول احنا نحركه من الجوانب، ما نطق الواريه من تحت. نقول بسم الله ونبتدي ننشف. تلاحظون ان الالو ما زال نفس الحجم. وصلنا معاكم إلى نهاية حلقاتنا من برنامج المطبخ، ونشوفكم في الحلقة الجاية ونقول لكم مع السلامة.